حقيقة فندم يعني احنا موجودين هنا المجسم او المكان الخاص بالمكان الحقيقة رائع جدا، يعني ان يكون في كل الخدمات دي وكل الامكانات الطبية، يعني مجمع طبي بمعنى الكلمة، يعني الحقيقة خلال السنوات اللي فاتت ادى دور محترم جدا. شايف حضرتك التكرار بقى نقدر نكرر ده هيبقى بنفس المستوى ولا نتوقع ان يبقى كمان بمستويات اعلى مع المحافظات اللي جاية؟ بص يا عمرو، مفيش محافظة في مصر سواء اللي فيها تأمين صحي او مفيهاش تأمين صحي مفيش فيها مشروع زي اللي انت شايفه ده واكتر. ودي حاجة يعني انا لما توليت وبقى يعني قدر لي الظروف ان انا ابتدي امر على لحد دلوقتي 19 محافظة، شفت اللي انا ما كنتش ممكن اتخيله. عشان كده احنا الحقيقة ممكن نكون مقصرين شوية ان احنا ما بنقولش الدولة المصرية دي عملت ايه في القطاع الصحي، مش في الست محافظات، انا بكلمك على 935 مشروع بيتم بتكلفة حوالي 68 مليار جنيه في آخر 5-6 سنوات فقط في المنظومة الصحية. يعني اللي انت شايفه النهاردة من حوالي يعني 217 سرير، 45 غرفة عملية، 45 عناية مركزة، بنتكلم على خمسة حوالي 14 غرفة عمليات اللي هو المجمع اللي احنا بنتكلم في وسطيه زي حضرتك بتقول، وفي كل التجهيزات من أساطر قلبية من إيميجينج. فاللي انت شايفه ده موجود زيه وأكبر منه في كل المحافظات. عظيم.